وفتح أسوار دمشق بأمر الله تعالى بقوة البطل العربي الكبير أبو عمار خطاب وأبو عمار غندور وأبو عبد الغزال. وتحياتي إلى جماعة الشهداء وإلى الرياضة السورية إلى كرة القدم العالمية. لك شو دخل الطابة بالمظاهرات؟ شو دخل الطابة بالمظاهرات؟ أخي الطابة بدنا نريد وقفة الطابة هلا. نحن بالطابة بدمنا الرياضة حياة. علموا أولادكم الرياضة والسباحة وركوب الخيل وكرة القدم. كرة القدم ما قعدت على زمان النبي. نتمنى عودة الصالات إلى مشاهد كرة القدم إلى وضع الطبيعي. شو دخل الرياضة بالنص؟ نحن بمظاهرة لوقف الاقتتال. نتمنى عودة المنشآت الرياضية إلى وضعها الطبيعي.